والمزيد حول القافلة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري. أهلا بكم. 21 سيارة نقل تم تجهيزها معاناة إغاثية إلى أهالينا في قطاع غزة. من بين ال 21 سيارة اللي تم تجهيزها هناك 6 سيارات قامت بتجهيزها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بالتأكيد رسالة دعم قوية من الشركة لأهالينا في قطاع غزة ورسالة إنسانية من الشركة المتحدة لأهالينا في قطاع غزة. هذه القافلة التي تضم مثل ما أشرنا 21 سيارة نقل محملة بالمعونات الإغاثية المختلفة سواء مواد غذائية أو مواد طبية وأيضا مواد أخرى، هي بتعكس التناغم والتمازج ما بين أبناء الشعب المصري وطوائف الشعب المصري لدعم أبنائنا في قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية. بالتأكيد هذه القافلة ليست هي الأولى، ولكنها سبقتها عدد كبير من القوافل ذهبت إلى رفح ومنه إلى أهالينا في قطاع غزة. هذه القوافل تعكس ما أكدت عليه القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي أكدت على دعم الجهود المصرية وإسناد مصر لإدخال المساعدات الغاثية إلى قطاع غزة. بالتأكيد هذا الدعم يظل مستمرا حتى يعود الحق إلى أبنائي. أعود إليكم من جديد إلى زملائي في الاستوديو.